أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: هل يجوز قص اللحية ما زادت على القبضة؟ وش السبب؟ وش السبب يوم تقصها؟ مضيقة عليك هي، ولا محملك ثقيلة، ولا مشوهة لوجهك؟ ما نعذر القص. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحى وإرخائها وإرسالها وإكرامها، وأن تقصها هذا مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب عليك أنك توفر لحيتك، تتركها لأنها جمال لك وعضو من أعضائك وسنة المحافظة عليها من خصال الفطرة، من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تشبه بالأنبياء ولا تشبه بالفسقة؟ أيهم أحسن؟ تشبه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانوا يوفرون لحاهم. ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم كان له لحية تملأ ما بين منكبيه عليه الصلاة والسلام، يوفرون لحاهم لأنها من شيم الرجال ومن سنن الفطرة ومن علامات الرجولة. لكن هذا العبث الذي حصل دافعه التشبه بالفساق والكفار، والشيطان يزين هذا للناس لأنه يعلم من هذا السنة ويريد أن ينفرهم من السنة ومن خصال الفطرة، لا يريد لهم الخير أبدا، وهم يتجارون معه يطيعونه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم.